سيدنا السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة أخرى من حلقات برنامج مارس كوميدي. تحية دائما لجميع المستمعين الأوفياء اللي كيستمعونا عبر أثير الإذاعة الرياضية وكذلك الموسيقية ديال إذاعة راديو مارس. الفترة اللي خليتكم فيها تقريبا مدة ديال شهر، يعني مشينا زرنا فيها أخالي من الجنوبية، وأنا كنحيي درجة كبيرة كاع الناس اللي تلاقيتهم، يعني لا في مدينة العيون لا في مدينة الداخلة، كذلك في مدينة بوجدور، لأن كنا يعني مرينا على مدينة بوجدور، فكانوا بزاف ديال الفنانة اللي كان خصهم يعني يدوزوا معنا في البرنامج، ولكن ما قدرناش لأن كانت عندنا التزامات أخرى. فغير دخلنا فحنا ولينا كنقلبوا على هاد الفنانة. علاش؟ لأن الحمد لله رجعنا لقينا واحد الرواج فني كبير في الساحة الفنية، ولقينا كذلك إبداعات اللي كتحترم يعني الذوق الفني ديال الجمهور. واللي عجبنا أكثر هو يعني اليوم معنا واحد الضيف اللي مشى لواحد الموضوع ربما كيقيس كل واحد فينا، كيقيسني انا، كيقيسك انت، كيقيسك انتي، كيقيسنا كاملين. واي واحد فاش كيسمع الموضوع كيضحك كيقول والله الا عنده الحق. سي فغي، نهار كنديروا شي عمل فني اللي كيقيس الناس راه الناس كيحسوا به. فالعمل الفني قدر انه يحطم يعني الارقام القياسيه في نسبه لي فيو في يوتيوب، والحمد لله غادي مزيان. دي فيو اللي محلال ما فيهم حتى شي حاجه يعني اللي فيهم ما فيهم لا بيع لا شراء. وانا فرحان لان ضيفنا النهار اليوم هو دائما عنده توجه في الفن ديالو وبغى يمشي للعالميه، وشفناه مع كبار النجوم يعني العالميين، ولكن كان عنده هم كذلك على انه يفرض وجوده ديالو في الساحه الفنيه الوطنيه وفي الساحه كذلك هنا في المغرب، ويكون وجه جميل ووجه كذلك اللي يعطي قيمه كبيره للموسيقى المغربيه. ضيفنا النهار اليوم احمد شوقي، كاينه ولا ما كايناش احمد؟ مرحبا. والله ما خليتيني نقول صحيح شي موعر كيكونوا صافي زين البرنامج بس عليك. شكرا بزاف لك زهير، راني عارف قداش كنبغيك. اكيد والله دائما كتدعمني من النهار الاول اللي بديت وحتى لدابا. شكرا على الاستضافه ديالهم، ومن هذا المنبر كنقدم التعازي الحاره للناس ديال الفاجعه ديال طنطان. والله الا كل اسف، كل ما كنشوف التصاور كل ما كتأسف بزاف، لان البيت عندي وليد وحاسس بالاحساس ديال الاباء ديالهم. والله يعظم الاجر وان شاء الله يكونوا عصافير ديال الجنه. واللي ما عندي ما الله يرحمهم، هادشي اللي كنتمناو كيف ما كنقول دائما ان بحال هاد الاشياء زعما ما تكررش. نشوفوا يعني المغاربه محتاجين يفرحوا، نتمنى نشوفوا اشياء اللي كتفرح اكثر ما هي كتقرح. والله يرحمهم، هادشي اللي كاين. مبروك عليك، كاين ولا ما كايناش؟ الله يبارك الصحة والسلامة وطول العمر وطول الإنتاج وكل شيء. لا شكرا. أنا اللي عجبني هو يعني الشعور اللي كان عندنا فاش شفناك أول مرة، وأول حضور كان لك في الإذاعة، والطموح اللي تكلمتي به يعني في الإذاعة، والتزامات والوعود اللي خليتي في هذا البرنامج وخليتي في هذه الإذاعة، فالحمد لله هي اللي غادي عليها. وكنشوفوا فنان يعني اللي بدا معنا فاش يلاه كنتي حاضر معنا، الحمد لله غادي في واحد الإطار اللي هو مزيان كيف ما كان كيتوقع، ربما أكثر، لان الحمد لله في هذا الوقت اللي هو قصير احمد شوقي وصل يعني للعالميه، ولينا كنشوفوا يعني في تظاهرات عالميه اللي هي كبيره. فبرافو عليك. لا لا خطيك. اللي نتمنى هو ان شاء الله يكون، لان ربما دابا يولي عندك خوف كثر. اكيد هي كتكون مسؤوليه كبيره، ان حين كتقدم عمل بحجم كبير دائما كيبقى تطلع للمستقبل شنو تقدر تقدم. والحمد لله انا اللي مهنني هو ان عندي في الرصيد ديالي اعمال فنيه اللي محترمه، وانا فرحان وكنتسنى غير فوق تخرج بحال الناس بحال اللي فان. والله ان شاء الله غتكون قريبه، ولكن حنا دائما عندنا استراتيجي ديال اي اغنيه خاصها تخرج بالقيمه ديالها. ما كنزلوش اغاني غير هكذا وصافي في اليوتيوب، لا كنحاول ما امكن كل عمل نعطيه القيمه ديالو، يوصل عند الناس احسن مستوى اللي يشرفني انا شخصيا، ويشرف طبعا رضوان اللي هو المنتج والاخ الاكبر اللي كيسهر على انه يقدم اغاني في المستوى اللي كترقى للذوق المغربي، لان احنا الحمد لله ذوقنا راقي جدا والثقافه ديالنا الموسيقيه عاليه. خصنا غير شويه الاعلام اللي يدعم. اكيد الملاحظ يعني في المسار ديال احمد شوقي هو شاد طريقه بوحده، ربما ما متاثرش بالساحه الفنيه اكثر، كل ما يروج اليوم في الساحه الفنيه. فاللي كيعرف احمد شوقي ومتبع الساحه الفنيه كيشوف باللي الشكل اللي كيشتغل عليه احمد شوقي بعيد كل البعد على كل ما يعني حنا كنحترموا كاع الفنانين، غير هو ربما احمد شوقي كنحسوا به بعيد شويه على لو ستيل اللي هو كيخدم عليه. واش احمد شوقي زعما هذا الشيء زعما مخدوم ويعني تفكرتوا على انكم ما تاثروش بما يروج اليوم في الساحه تكونوا اونيك؟ هادشي هذا مرتبط بماهيه احمد شوقي، انا كيفاش تربيت وكيفاش كنشوف
والمنظور ديالي للفن في المغرب كيفاش خصو يكون. انا دائما كنحاول ما امكن ان نقدم فن هادف، وحتى اذا ما كانش هادف جدا يكون على الاقل انه يدخل الفرحه والسرور على الناس، واللي يقدم معاني ديال الانسانيه والوجود ديالنا والتحاب بيناتنا. لان بصح دائما الهم ديال الاكبر هو انني كيفاش نساعد الناس ونوصل لهم ميساج اللي ما ياثرش ما يخدش الحياه ديالهم. لان انا كيهمني جدا ان الاغنيه ديالي يسمع الاب قبل الابن والام قبل الابن، يعني يكون يفرحوا في الدار يسمعوا اغنيه ديالي اللي محترمه تدخل للقلب ديالهم، ويدعوا معايا بالتيسير باش ربي يوفقني في المجال ديالي. لان غالبا تنعرف بان شويه الفن راه محيط به بزاف ديال الغوغاء، وكتلقى بان الفن دائما مرتبط بالحاجات اللي هما ماشي هما هذوك في الدين ديالنا. دائما كاين هذه الايماج ديالي، ولكن نحاول ما امكن ان نهرس هذه القضيه هذه. لان الفن هو خلق فينا، الموسيقى خلقت فينا، في الطبيعه، في العصافير، في الريح، هادشي هذا كامل. اذا عرفنا كيفاش نتغنوا بها، وعرفنا ان نقدموا كلمه هادفه وميساج اللي يوصل عند الناس ويرقم الذوق ديالهم ويرقم التفكير ديالهم والثقافه ديالهم، كنظن بان هذا يكون هذاك هو الفن الهادف اللي كنسعوا له كاملين بنا. نعم، كاينه ولا ما كايناش موضوع اللي شاغل عليه احمد شوقي بعيد على المواضيع اللي كاينه اليوم يعني في الموسيقى المغربيه العصريه، وبعيد على كاع داكشي اللي غناه احمد شوقي؟ فربما كان ذكاء في اختيار الموضوع، وكذلك كان ذكاء في التعامل مع الاغنيه على المستوى الموسيقي. فقول لي كيفاش خدمتوا على هذه الاغنيه، لان اغنيه كيف ما قلت لي يعني كتاثر اي واحد، يعني اي واحد كتحس باللي الاغنيه كتكلم عليه ولا كيتكلم عليها. هي اغنيه الحق اللي بصح النهار اللي سمعتها اول مره كان صيفط لي سمير المجاري اللي كان له تحيه، كاتب كلمات ديالها ومهدي مزيم، صيفط لي الفكره. والله الا حيت سمعتها تشهدني بزاف ودمعت في الحين، ديك قلت واو، واخيرا جات اغنيه اللي بصح غادي توصل للناس عن شرائح المجتمع كاملة، وغتوصل وغتقيسهم، غتقيس ديك الرجل الشرقي والمرأة نعم. الشرقية فينا. نعم. اللي واللي حنا ما كنهضروش فيها. عندنا شوية بحال طابو، هي كاين اللي كيتقولك فيها، كاين اللي كيتيق فيها مسكين، كاين اللي كيكذب على راسو فيها، كل واحد اشنو كيقول. والحق بحال اللي المفهوم ديال الحب كمبدأ سامي وراقي، بدا كيخوض مفاهيم أخرى. بدا كيخوض مناحي اخرى في العلاقات. يعني كل واحد كيبغي انه يوصل لشي هدف ولا شي مصلحه شخصيه، كيدخل لك الحب، كيدخل لك واحد القيمه كبيره اللي هي الاساس للوجود، اللي هي الاساس ديالنا، كيستغلوها باش يوصلوا. انا بغيت نهرس هذا النهار، ولا بغيت نهرس بزاف النظره ديال الراجل للمراه، ما بغيتش يبغي يشوفها بمنظور غرائزي. نعم. بقى يشوف فيها الجسد. يشوف الكينونه ديالها، راه المراه هي والمراه تا هي سرق شويه ما تبقاش تيق اي حاجه. بالضبط. كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه. الكاس بحال اللي دايرين تينا وتسمع غير الحقيقه، لان القيمه ديال المراه هي في الحشمه ديالها وفي الوقار ديالها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول فاذفر بذات الدين ثربت يداك. ثربت يداك. نعم. يعني الاساس في الامر هو الدين والاخلاق والقيم والمثل. ماشي تبرج، ماشي مكياج. يعني باش نعرفوا الجمال ديال المرأة الحقيقي شنو هو؟ ماشي الصاك. كيبقى في الأساس هو الرجل خصو يحاول ما أمكن أنه ينقص من الكذب ويكون صادق. ويكون صادق وما عندهش ما عندهش الفلوس، لا ما يحرش راسه أنه أنا عارف بأن الزواج رجع شوية غالي. لا، يقدر يكون المبتغى هو هو، يقدر هذاك المبتغى يوصل ليه بالكذوب ويوصل، وقدر يوصل ليه يعني بالصدق وبصراحه ويوصل. فانت اختار شنو، على الاقل تكون صريح وصادق وما عندكش هذا، وفي نفس الوقت راك واصل للمبتغى ديالك، واصل الهدف ديالك. والحمد لله حين عرضت الفكره على رضوان حمقاته بزاف، عجبته وصافي، وعطانا ديك التمر عالمي بسيسويت اللي هو اطلاع مغربي. وهذا الشيء الحمد لله هو هذا التميز ديالنا، هو اننا كنحاول ما امكن ان نعملوا شي حاجه سبيسيال، ندخلوا لون جديد وطبع جديد للاغنيه المغربيه. والحمد لله النجاح ديالها تاكد من نسبه المشاهده ديالها والناس اللي كيغنيوها في الشوارع المغربيه، وفيما كنحط فيما كنخلف شي بلاصه كيقولوا الناس كاينه ولا ما كايناش، كاينه ولا ما كايناش. دليل الحمد لله لانه عرفتي شنو؟ الا خلينا دابا الناس كيتسناو كاينه ولا ما كايناش باش يسمعوها اكثر من هكا،
قدر الناس يطلعوا عندنا هنا ومشاكل عندنا ماشي قدها، غادي نمشيو لاحمد شوقي ونسمعوا كاينه ولا ما كايناش كلمات سمير مجاهي وكذلك الالحان المستقبل بين مهدي زبيين ورضوان ورضوان والتوزيع ديال العالمي رضوان طبيعي الحال. مازال ان شاء الله غادي نرجعوا كاين شي اسئله مهمه غتسمعوها اليوم احمد شوقي غادي يجاوبنا عليها. قدروا نقولوا الحب نيس ضربوا الخلاف زماننا بزاف القيم ضربوا الخلاف زماننا بزاف الصدق الوفاء الكرامه بزاف الحاجات اللي واش مع هذا يعني هادشي اللي ولا دابا وكلشي ولا كيهضر عليه وفي اي حوار كنسمعوا كلشي كيتكلم عليه العالم الافتراضي ديال الفيسبوك الانترنت تويتر انستغرام كيخليو كيعطيو الوجه الاخر ربما ظهرت بعض العقد النفسيه ديال شي وحدين فداكشي اللي ما كيقدرش يقولوا للناس في وجههم يقدر يتخبى مورا واحد مورا البيسي يقدر يكذب على الدريه الا ما كانش يقدر يكذب في وجهها يقدر يكذب كيف ما بغى يعني في الواتساب ولا يكذب في الفيسبوك ولا يكذب شيء اخرى بصح كيف ما قلتي كنشوفوا القضيه اللي قلتي كتولي كيف ما كنقولوا حبيبه بالسميه يقدر واحد سهل يكتب اش اي اش بي اي بي ا سهل بزاف لان بصح المواقع الاجتماعيه اثرت سلبا جدا على علاقتي رجع فيها الخيال كي الاول الخيال بزاف وكما قلتي كيقدر ان الانسان يعبر بواحد الطريقه ونزل دي فوتو اللي هما ماشي اصلي ماشي حقيقيين ماشي هذيك حاجه اخرى هذاك النصب هو في هو داك الشيء كلشي داخل في اطار النصب شوف دخل في النصب والاحتيال ودخل حتى ان المصلحه كتهرس كلشي وان كل واحد باغي شي مصلحه معينه ما كيهموش كيفاش ممكن يوصل لديك المصلحه بالضبط كيهمو غير يوصل ليها وصافي غير تبرر الوسيله بالنسبه له هو انه في الاخر خصو يوصل ديك الدريه كيستعمل جميع الاساليب في الاخر حين كيوصل لها كيعمل يس نمبر 1 وحده اخرى عاود رجعت صحاب ليا الدراري فهمتيني شحال مشيت مع الدريات فهمتيني وهاد القضيه هذه مؤسفه جدا ومخجله حنا كمجتمع اسلامي اللي خصنا نحافظوا على اخواتنا ونحافظوا على وليداتنا كانت جرأة في الكلام لان وليتي واحد القصه كتخاطب الاخت ديال هذاك اللي كيدير هاد الفعيله راه خصك راه غادي هذيك واحد التنبيه واضح كنقول له شوف اذا كذبتي على بنت الناس كن اكيد غتخرج لك في خواتك كتحكوا لك اختك بكل بساطه وتخيل انتينا الاحساس ديالك حنا ربما كنقولوها كنقولوا راه الا ضحكتي على هذا البنت كنا كنقولوها يعني مع سنين هذه راه غيجيب الله اللي ضحك لك على اختك بالضبط فهمتيني فولينا كنشوفوها القوه ديال انك يعني تاخذ واحد الصوره اللي كاينه في المجتمع وتوظفها في الاغنيه توظفها بواحد الطريقه فنيه يعني كل كتغني لهم بالحق كتوصل لهم الميساج حتى اللي ما كيبغيش يسمعها في الهضره عاديه ويسمعها في الكتابات وفي الجرائد يسمعها في الموسيقى نحاول ما امكن نوصل للميساج بجميع الطرق في الفيلم هذا هو الدور الفنان هذا هو الرساله ديالنا حنا اللي عطانا الله سبحانه وتعالى عطانا واحد الموهبه خصك تستغلها في التذكير للناس عباد الله ها طريق الحق فين هو لان اذا بقينا ماشيين اذا كاملين بينا في الغلط ما كنقولش انا معصوم بالخطا حتى انا كنخطا حتى انا الانسان ضال على الطريق بالحق كاين واحد انا الاعلى كاين واحد واحد الثاني في السلوامه كتلومك مره مره علاش كدير هادشي على الاقل نغير المنكر غبقى بي ولا بصوتي نقول مع عباد الله راه هادشي اللي ماشي فيه ماشي نعم اليوم كنشوفوا انا يعني ولاو كيبقاو فيا بصراحه يعني الفنانين لانهم اليوم ولينا كنشوفوا بلي في هاد الشيء كامل اللي كاين اليوم في الساحه الفنيه صعيب انك دير اغنيه اللي يقدروا يبغيوها الناس وما يكونش فيها انتقاد ويكون فيها يعني حب كبير وقلت الاغنيه زعما تفرض الوجود ديالها اليوم باقيين الفنانين كيقلبوا على راسهم اش من اغنيه مغربيه بغينا لان هذا الشكل ديال الاغنيه اللي حنا كنسمعوا واللي نازل اليوم ماشي هي اللي كانت قبل فحنا يلاه كنجربوا راسنا في واحد النوع غناء جديد هذا كيشكل هم ومشكل يعني بزاف ديال الفنان واش هذا الهم ما كاينش عند احمد شوقي نهائي ما كاينش هذا الهم كاين شويه منه انا نقول لك علاش الهم ديال تقريبا لي زارتيست كاملين هو انهم ينجحوا في المغرب وفي الخليج يعني الربح مادي كيبقى دائما كاين اللي كيعطي منتوج يعني للخليج باش يدوز به على المغرب دائما المهم في الاخر هو النجاح اللي في الاخر خصنا منه واحد الماديات نعم وباش تكون تخدم مزيان تخدم في الخليج هذه عادي ومشروع مشروع حق مشروع لكل واحد وسيرتو لي زارتيست المغاربه لان ما عندناش درو دوتور عندنا المغني هنا اذا ما كلاشي مورا الموسيقى مورا المهرجانات اللي كيجيو ثلاثه ولا اربعه في العام
يعني خصو يمشي للكباري خصو هذا بالنسبه ليه هو وكيعتبر سو ستار وارتيست ولا كيقول لي غنجيب له الفلوس عباد الله خصو يعيش واحد المستوى اللي هو مزيان محترم لان بزاف في العالم كاملين كيكونوا محترمين خصو توفر لهم جميع الوسائل باش يقدروا يبدعوا باش يقدروا يعطوا للموسيقى اللي هي تعتبر من اهم الحوايج هي الكره اللي كيبينوا الشعوب الناس كاملين. حنا عندنا في المغرب ما كاينش تقنين ديال 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 هادشي هذا في المغرب الموسيقى اون جينيرال اللي ما كاينش درو دوتور الفنان مسكين كيقيل يكتب لحن لا عنده والو باقي يمشي في التاكسي عادي بحال بحال الناس وهو فنان يعني مبدع خصو يكون جالس في بلاصه كيبدع بالعكس بعكس واحد في فرنسا ولا قولوا في اوروبا كيخرج ديسك واحد كيبقى عايش حياته كامله مزيان هاي كلاس والله على قول سعد مسكين يعني كيرجع واعر كيرجع عنده فليسات عنده محترم كيقدر يدير علاش دائما دوك الناس كيأسسوا صناعه موسيقيه اللي كتحترم الفن هذه مع الناس في المغرب اذا كنبقاو نفكروا اننا خصنا نبداو شي حاجه خليجيه باش نمشيو للخليج الناس اللي كتصرف فلوس في السهرات وكذا تبر على راسي كل بلاصه شوقي كيفاش كيخدم انا الحمد لله شويه رجل هكذا ورجل هكذا رجل هكذا فين رجل هكذا في الدروه دوتور ديال العالم اها وكنحاول نقدم موسيقى محترمه للمغرب والعالم العربي اللي حتى هي غتكون موراها كسب رزق زعما محمد الدين مزيان مرتاح ماديا احمد شوقي الحمد لله الحمد لله عندنا عندنا وما خصناش ما عندناش وما خصناش الحمد لله الحمد لله الحمد لله كنوكل العائله ديالي مصورين الحمد لله ما خصناش اخر بخير غنكمل معكم مستمعي الكرام ممكن واحد اللعبه صغيره واحد المسابقه ماشي مسابقه غير واحد الدردشه صغيره غادي نديروها ان شاء الله مع احمد شوقي من خلالها غنتعرفوا على اشياء مهمه لأول مرة ربما تعرفوا على أحمد شوقي ولكن ماشي دابا بلاتي شوية غناخدو فاصل إشارة ونرجعو بعدا باش نهضرو شوية وندردشو ونشوفو لي زيسميس ديال المستمعين ونرجعو باش نبقاو معاكم دائما رفقة ضيفنا النهار اليوم أحمد شوقي بقاو معانا. رجعنا من جديد المستمعين الكرام ودائما رفقة ضيفنا النهار اليوم أحمد شوقي غادي نمشيو لي زيسميس عبدو من الرباط ميرسي بوكو شوقي On vous demande plus de fusion et langue étrangère, anglais, français, etc. Merci. زعما هذيك فرصه جات تاريخيه جا وقتها ديك الساعه وندوف تحت الابواب اللي تعامل مع ناس بهذا الحجم هذا خصو يستغل احسن استغلال الحمد لله شرفنا المغرب خارج الوطن باغاني بزاف حبا اي لاف يو تغنات بعده لغات وكانت نمبر 1 بزاف في الدول ماشي كندير ماجيك سيستم نمبر 1 في فرنسا وفي العالم العربي كانت هي الام ديال ستار اكاديمي تايم اوف اور لايفز اللي هي ديال الكوبا ديال العالم المونديال المونديال كانت نمبر 1 في التشارتس ديال فرنسا هذه واحد حد سابقه تاريخيه في عند العرب ان واحد هو واحد مغربي انا علاش تكلمت على الصوره كانت صوره جميله يعني العالم ف هذا الشيء اللي كاين واخا حنا دائما في كل ربما اي فنان فاش كينزل شي اغنيه او الاغنيه اللي نجحات ربما كيتغير حتى النظره ديالو للفن وكيحاول يعدل شويه مثلا داكشي اللي غيجي من بعد واش احمد شوقي من بعد ما سمعنا كاين ولا ما كاينش ممكن يعني يمشي على الخطه مثلا ديال كاين ولا ما كاينش في اغاني اخرى انا نقول لك حاجه لكن انا امكن انني شنو نعمل كيكون عندي واحد الرصيد ديالي صافي انا عندي هذه سنتين ولا كنوجد فيها عامين ولا كنوجد في اغاني عندي تقريبا البوم بالعربيه مكمل والالبوم باللونجلي تسالى سجلته بالضبط او العربيه ما كملتوش التسجيل عندي وعارف الاستراتيجي ديالي كل مره غير فوقاش غنزل فوقاش غن كيبقى غير ان اذا صدفاتك شي اغنيه كتسهل الاولويه كتسبقها لبروجي اخر الحق دائما خصك تكون عندك السكاجول ديالك اللي عارف فوقاش لان هذا هو كيفاش عندك تخدم واحد الارتيست اللي غيبقى مستمر اللي غيدوم مع الناس دوم لله طبعا خصك تكون عندك النيه انك عامل واحد استراتيجيه كيفاش غنخدم وكيفاش غنخدم حتى يمتط اللي مثلا احمد شوقي غيقدر وصل مثلا غير واحد 80% من داكشي اللي هو طامح ليه عندك يمتط كتقول مثلا دابا 5 سنين من دابا 10 سنين من دابا 15 عام يكون قبل ان شاء الله قبل ان شاء الله شنو 2000 لا انا هذا شوف بزنس الموسيقى شويه صعيب واحد انرجي قويه
وانا كنشوف زعما ما خصنيش ندوز حياتي كامله في هذه الانرجي هذه، خصني نجي واحد الوقت اللي نستقر فيه ونعمل الغشي اللي باغي. المهم انت عارف الفكره تقريبا. الفكره هو ان واحد الوقت الشوقي غادي يسالي غادي يسالي، يعني ما غيطولش بزاف. ماشي بزاف، غنعمل الاعمال ان شاء الله اللي غندوم مع الناس. كنتمنى هذا الحلم ديالي يكون استمر ونعلن الاعتزال ديالي في احسن مباراه. الله يوفق. امين. واحسن حاجه هو انك يعني حاط هدف قدام عينيك، نتمنى ان شاء الله انك تصدق. ونتمنوا ان كاع يعني الفنانين اللي هما عزاز علينا يحطوا اهداف قدام عينيهم، ما يفكروش في انني خصني غير ننزل باش ننزل ونكون زعما راني كاين. اكيد خاصها اي استراتيجي، خاصها واحد الجهد اللي هو كبير، وخاصها كذلك خدمه اللي هي كبيره. معادله معادله انك تحافظ على القيم والاخلاق في الاعمال ديالك، ما تبقاش غتنزل اي حاجه باش تخلق تكري البوز وباش تكون موجود والناس يشوفوك. لا لا، ديك البهرجه تقدر اي تقدر دير اي حاجه لا شرعيه وتشهر وتشهر صح. ولكن سا دي بون كيفاش غتكون السمعه ديالك من بعد، والتاريخ راه كما كيرحمش لانك كيرجع وكيتكلم. غادي نكملوا معكم مستمعي الكرام، غادي نسمعوا حبيبي اي لوف يو اللي كانت في الخير عليك. اكيد. يلاه سمعوا ورجعوا من بعد مورا حبيبي اي لوف يو مباشره، غنديروا الدردشه اللي كنا يعني وعدناكم بها مستمعي الكرام، بقاو معنا. اذا رجعنا من جديد مستمعي الاوفياء، ودائما ضيفنا نهار اليوم احمد شوقي، تحيه الكوثر الزقري اللي كتسمعنا اللحظه، وتحيه للميسه ديالها رانيا وكتسلم عليك احمد الشوقي. وكذلك عندنا دي ميساج اخرين. سلام خويا زهير، معك ياسين من فاس، كنسلم على احمد الشوقي فنان كبير غادي يعطي صوره زوينه لو ماروك المغرب. اس ام اس كيقول لي جون ديال ليسي الواحه كيسلموا على احمد الشوقي. عفاك بنا عاود غنى كاين ولا ما كايناش اكابيلا. يلا مني واكابيلا. هاكا بابا كان جبتي شي ديك الحلول. هاي طالع حنا راه داكشي، شوف حنا في الدقه 14 تبارك الله. الله يزيدكم الله يزيدكم. عندنا لومبوتياج في لي زيطاج، راه حنا اوني فو غوج وداكشي دقه دقه. يلا نسمعوا كاينه ولا ما كايناش اكابيلا. واشن انا ما موسيقى ولا بلاش؟ لا بلا بلا موسيقى. يلا. واش انت شويه لاباس باغي بنت الناس وانت طير خاصك عساس، كاينه ولا ما كايناش؟ ملي عطيت الراس القيمه غتبقى كبيره ديما، الحشمه ماشي موضه قديمه، كاينه ولا ما كايناش؟ علاش يتفلى؟ الله يرحم قيس وليلى، حب في زماننا ضربوا الخلا، علاش يتفلى؟ الله يرحم قيس وليلى، حب في زماننا ضربوا الخلا. يا سلام، بارك الله عليك. يلا غندير واحد القضيه دابا، الا بغيتي السي احمد شوقي كاين ولا ما كايناش، غنعطيك سؤال اوكي صغير هو صغير هو، غتقول كاين ولا ما كايناش. يلا تفضل. مشينا مشينا. يلا، احمد شوقي كيلعب كره مزيان كاين، احمد شوقي كيتسطع على الريال مدريد طبيعي الحال، كاين ولا ما كايناش؟ ما كاينش شي هضره اخرى. كاين. احمد شوقي ديما معصب ما كاينش. احمد شوقي ممكن يبغي بنت قبل منه عرفت ومع غيرو خرجت كاينه، هاد البنت كاينه في الحياه ديال احمد شوقي ما كاينش. راضي على العمل ديال حكومه من كيران كاينه ولا ما كاينش؟ ما كنعرفش. احمد شوقي كيموت على المغرب التطواني كاينه، احمد شوقي كيكذب مره مره كاينه، احمد شوقي كيفكر باش واحد النهار يترشح في الانتخابات مكيناش. اعوذ بالله. برافو. عندي ما يسالك وشكرا للصراحه ديالك. ايوا من بعد بلا ما نديطيب لا باش ما تفهمش غلط في قضيه الحكومه بن كيران. ما كنعرفش انت ماشي الساحه الفن الساحه السياسيه نهائيا، انا مشاغل بزاف في العمل الفني، وانا في اعتباري بان العمل الفني يوازي العمل السياسي والعمل الثروي وجنرال، لان علاش؟ ساعة اللي كنقدموا عمل فني في المستوى راه كنربيو شعب، وهذه مسؤوليه الحكومه يعني. وكنتمنى من الحكومه انها تساعد الفن باش انه يترقى
ويتادبطا ويكون عنده واحد القيمه اكبر واكثر لانه كيفيد المجتمع ديالنا سواء دابا سواء المستقبل. اش باغي تطيب خويا؟ ما عطيتك راه هذه المره ما كنعطيهاش ولكن انت عزيز وديال. لا هذه صافي باش ما دخلناش الحبس. الحمد لله المغرب خرج هذا تاع مع راساتك. الحمد لله. بغيت نفكرك في شي ايام. نفكرك. اسمع اسمع وقول لي. عطينا فكرنا كتعاود عندنا في شي بلاصه. اسمع اسمع اسمع. Oh my god. هاد الفترة شنو كنتي كدير؟ هاد الفترة كنت كن كنت كنخدم واحد بلاصة اسمها اورغانيا وكنت كنت مولع على واحد السيد سميتو باريو. باريو انا فان ديالو واحد مغني في اسبانيا خطير جدا كيقول كلام دائما الاغاني ديالو الكلام ديالو واعر واعر ديك الميساج اللي كيتوشيك كيوصل لك بحال تقريبا بحال كاين ولا ما كايناش. في ديك الساعة انا جبرت واحد السيد معاه في شي نيك عيطولو في الفرقة هاي داكشي ديالك قبل ما دير الإشهار. لا أكيد أكيد غطيوها 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 باش خصهم يخلصوك ويخلصونا داكشي أكيد أكيد هما كانوا في الفلوس هما في الناس هذاكشي اللي كاين إيوا صافي واتصل بديك السيد اسمه فيصل كوريش كيعزف مع الكمال اتصل بيا قلت له عافاك أنا خصني نعمل معكم شي حاجة ديك السيل ديال داك السيد هذا قال لي صافي قال لي اجي قلت له شحال قال لي غنقام لك ب 1400 اورو 1400 اورو كتجي تقريبا شي مليون ونص زوج تقريبا المهم زائد الطياره زائد المهم شريت تقريبا شي 2000 اورو في عام الواحد ذات سنين هذا اللي هو تقريبا 20000 درهم اللي بقيت الصيف كامل خدام عليها يعني باش تعرف خدات لك الانرجي خدات لك الوقت خدات الفلوس خدات كل شيء باش عملتها وجيت المغرب بقيت كنوزعها وعملت واحد المجهود زعما شخصي ولكن ما وصلتش بزاف مي كانت فادتني عندك كوتي بوزيتيف انني مشيت لايبيسا تعرفت على ديك الناس هذوك الفيتانوش كيفاش كيحسوا كيفاش ديك الروح ديال ديك اسبانيولي فهمتي وصافي وكانت تجربه كانت تجربه مزيونه وكل مره كنسمع كنتفكر في الذكريات انا بغيت تفكر في الذكريات غنخليو الناس حتى يسمعوها شويه ونرجعوا من بعد يعني من الاعمال اللي كتشهد يعني على النضال الاول ديال احمد شوقي كاين المهمه حتى هي المهمه كنفضل اكثر لان المهمه القصه ديالها غريبه شويه المهمه واحد العام طلبوا مني رائد الخياط قبل ما تعطيني القصه نقولوا غير الناس اللي كيسمعوا دابا يركبوا الرقم 0522 126 126 ومرحبا بهم في هاد يعني الدقائق الاخيره من البرنامج بغاو يتكلموا معك مرحبا راه الخطوط ديالنا مفتوحه اللي بغى يتكلم مع احمد شوقي فينو الكب رقم 0522 126 126 القصه ديال المهمه هو ان وصلت واحد المرحله بيا من بعد ما عملت سنين وداك الشيء كامل بحال اللي صافي تحبط لان كنحس براسي بحال اللي كندور في بلاصتك واحد النهار المهم اقترح عليا رائد قال لي واعمل اغاني وانا نسمعهم من خاي رائد هو الاخ ديال الدراري صافي مشيت ما عنديش الفلوس قلت كيفاش غندبر الفلوس انا بديت كنشوف هاد ديك الناس اللي عنده شويه الفلوس هذا كنقول لهم شو انا باغي نعمل واحد الموسيقى لا كتشعر عليهم برافو الله يعاون هذاك زعما كيشوف صافي هذيك قررت نجاز بواحد القضيه ومهم دائما كنستغل الفرصه باش كنعتذر للوالده ديالي ونقول لها اسمح لي قلت لها قلت لها قلت لها انا دابز مع واحد السيرفر معايا خدام وقلت لها وداوني في الكوميساريه وقالوا لي خصك تخلص 3000 اورو قلت لها 1500 اورو راه ديجا عندي ولكن باقي ما حسيتش ب 1500 اورو صافي اتصلت بخويا مسكينه تخلعت بزاف الناس ما عندنا مرات هادشي من بعد ولا اول مره كتقولها كنظن اخبار خواتي وقيله ما قالوها لاشي من خواتي في راسهم اسمعي اسمعي راه هاد السيد حدايا نصاب 1500 اورو ياك لا بحق رديتها وزدت فيها فوق 500 اورو وين خديتيها لان ما كانش شي طريق باش نقول خواتي ادبروا عليا غنعمل الاغنيه حتى نعطيها لي والله ما قلت هي مغامره هو على انا باقي دابا مستمر في الحياه في الموسيقى صحيح وين كذبه بيضاء هذه انا كنت قلت لك واش كذبتي مره قلتي لي كاين اش غنعمل كنت حق الصالح لانني وي انك توصل المهم مشيت عند خواتي قلت لهم اروا لي 500 الواحد المهم عطيتهم 500 الف فرانك 5000 درهم المهم وصلت شي مليون و 100 ايام كان خصني كثر فهمتني باش نطلع من فرنسا نسجل هي ديك المرا ديالي مسكينه حتى هي ساهمت بالذهب ديالها باعتو يا سلام باعتو باش نطلع انا من فرنسا ونسجل الاغنيه هادشي كامل باش نسمع الرضوان
يعني تخيل واحد المغامره روينه باش كتانفيستي في اغنيه اغنيه باش يسمع راه وسمعوا عجباتو الحمد لله. انا معرض انا معرض وانا معكم دابا الله يوفق. ما عندي ما يسالك غادي نكملوا معكم غادي ناخذوا الاراء ديالكم في الاغنيه اللي كاينه ولا ما كايناش. بغيناكم تناقشوا معنا على هذا الموضوع مع صاحب الاغنيه اللي هو احمد شوقي ضيفنا في نهار اليوم. 05 22 226 226 هو الرقم اللي كنتواصلوا من خلاله. اشنو اللي جاي من بعد كاين ولا ما كايناش؟ ما عرفتش اما اغنيه والو ما تخبي لي والو والله ما نخبي لك. اما دابا حيران ما بين اغنيه مغربيه وما بين اغنيه خليجيه. ماشي خليجيه هي مغربيه ولكن فيها تمر خليجي وحده اخرى مغربيه. دابا كنحاولوا نشوفوا ما كتحس بلي المغاربه وقع لهم اشباع من التمر الخليجي شويه. مي ما نقولش ديك خليجيه كما كان دابا ديك العراقي خبيتي اللي كنسمعوها لا تكون خليجيه بحال اغاني محمد عبد الوهاب بحال ديك القطعه تكون محترمه هذيك ماشي سواقيه. لا غتكون انا ما قاليش يعني نقول انا الاغاني اخرين لا انا كنت ماشي خبيتي ماشي لان دابا بحال اللي اخرين رجعوا شويه صافي تسهلكوا اكثر من القياس. صحيح دابا كل السون هذاك الشيء كامل تسهلك ربما وكيعرفش علاش كنتكلم انا والناس وقع لهم ما عرفتش يشبعوا صافي كرهوه انا بدي وقتي كنسمع داك الشيء. شوفوا كي ضغط على المكالمات غنقدروا ناخذوا الناس اللي قدينا عليهم. ناخذوا محمد من الحسيمة. سي محمد مرحبا. السلام عليكم سي زهير. اش اخبارك اخويا لاباس عليك كلشي بخير؟ اهلا سيدك سي زهير. الله يسلمك وين تجيك اخويا؟ اذا ما تصحى كلشي بخير؟ مزيان اخويا الحمد لله. سولني على طاليس انا بغيتك تسولني عليه. هذاك الشيء تحيه لضيف ديالك. تحيه متبادله اخويا تاع وي طاليس. انا مشطون هاد الايامات مع هاد الشيء ديال التصوير وهاد الشيء ديال رمضان وهاد الشيء كذا فما ما عرفتش شنو هو دابا. لا انتم وقفتونا الا ما خصكش يفارق وكان سمحتي فيه مشيتي للداخله والعيون وسمحتي فيه. لا 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 النداء هذاك وطني ما عندي ما ندير. مشينا باش نديروا صله الرحم مع دوك الناس هما مغاربه. كان عليه حتى هو لا هو بغى يجي. لا كانت عنده التزامات ما قدرش نكون حاضر معاه. هادشي لا قلنا بالتليفون سي مرحبا احمد شوقي. سمعتي في الحلقه ديال اليوم السي محمد لان كيدها شويه ديال الوقت. اييه سمعتو. كي جاك جات اغنية كاينه ولا ما كايناش؟ اسيدي على حسب ما كيوصف. لا الاغاني ديالو تبارك الله كلها في المستوى ولكن على حسب ما كيوصف في ذاك النضال اللي دوز باش وصل لذاك المستوى تبارك الله عليه لان ما حتى شي حاجه ما كتجي سهله. ربي يخليك الحمد لله. كنتمنى له التوفيق وكنتمنى له شكرا في الاغاني ديالو ان شاء الله. امين يا رب. وكنتمنى لسي زهير من الحلقات القادمه غيكون ان شاء الله. هذاك الشيء اللي بغيتو ديروه ديك الساعه قول لي انتم كيفاش ندير معاه. كنسلموا عليه. شكرا لك سي محمد الى اللقاء. ناخذوا بسرعه عبد القادر من بن سليمان. سي عبد القادر مرحبا. مرحبا بك سيدي. اش اخبارك اخويا لاباس عليك بخير؟ بخير كريم صراحه اليوم جنبت. شكرا محمد. سمعنا واحد النوع اخر ما كناش كنتسناو بحال هذه الاشياء ربما على حساب عمر ديالنا ولا هذا عجبنا مي صراحه عجبني. انا السؤال بغيت نوجهو للضيف الكريم. تفضل. هو الاسم ديالو واش هو هذا الحقيقي؟ جاني بحال شي اسم مصري انا الصراحه. امير الشعراء احمد شوقي. والله الا غنزيد لك راسي في لوطيل وصافي كون نجيبو احمد شوقي. شكرا لك سي عبد القادر بن سليمان اخويا ونتمنوا نسمعوا زوج بحلقه اخرى. ناخذوا احمد من شفشاون وديع من فاس ونردي من المضيق. احمد مرحبا. السلام عليكم. اكيد يا خويا. كيداير اخويا بخير؟ الله يبارك فيك اخويا الحمد لله. نشكركم اخويا على البرنامج وكنشكروا الضيف ديالك السي احمد. لا لا يعطيك الحمد شكرا. مرحبا بالناس الشاون. الشاون الله يعاون. الناس ديال الجبهة. الجبهة الويدة ديالي من الجبهة. ايوا الشيء ها الويدة ديالي بازي زورة بازي. مرحبا اخويا مرحبا عندنا في الجبهة. الله يا خويا هاد الايامات والله الا كان عندهم واحد العرس تماك ما مشيتي فهمت؟ ايوا فهمت صاحبي انا قريب عليك وما جيتيش. المره اللي ماشي ان شاء الله نجي. المهم خلي النمره ديالك كونترول نجيو نصطادو انا وياك. كنموتو على الاغاني ديالك اخويا. الله يكبر فيك احمد شكرا بزاف. يا سلام يا سلام. كنشكرك بزاف. ماشي غير بوحدك سعيد الصناجي كيصيفط لي ميساج في الهاتف الشخصي ديالي وليا تهلا في سيدي احمد. راه صديق قبل ما يكون نجم. ماشي سعيد انا كنحماق عليه بعدك. ناجي ماشي فنان كبير بزاف ورائع وراقي وحلو وضحوكي ودوزنا انا وياه شي ايامات في برشلونه كان سوبر ستار ملي تلاقيتو ديك الايامات فهمتي باقي نبداو والله الا من الناس اللي تنبؤوا لي بان هادشي غادي يكون ان شاء الله. هو جا في الايام تذكر في الحقيقيه وتلاقيتو مره داكشي هنايا وهناني من قلبه
ما خلي النمرة ديالو لان هي غتبقى عند دابا. وسعيد مبروك عليك الالبوم، مبروك مبروك، راك غتكون معايا الاسبوع الجاي. راه حنا ضبطنا امور ديال الاسبوع الجاي ان شاء الله، انت معايا في البرنامج باش نتكلموا ان شاء الله على الالبوم. وتبارك الله عليك والله يوفق دائما المسيره الفنيه موفقه. وديع من فاس مرحبا. وديع نعم مولاي، كي داير سيدي؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك، الحمد لله، الله يكبر بك اخويا. الله يحفظك. شنو بغيت نقول لك؟ الواحد فاش كيكون كيتسمع في الراديو يجي فنان او اي متدخل، اما جوج، اما تبدل الاذاعه واما تكمل تلقى مع الاذاعه معاه في الهضره. نعم. هذا الوليد هذا تبارك الله عليه، ذاك كان اللي كي لي بيي سور تير، لا تيت سور لي زيبول، رزين، حوكي، خفيف الظل. عرفتو انا عن طريق البنيته ديالي، فيها عمرها 14 كتغني لي اغاني ديالو. انا ما كنعرفش لي احمد شوقي ولا ما عرفتو واحد النوبه او جوج، واليوم سمعت الهضره ديالو. ذاكر كان الى اي استراتيجي الى ان اوبجيكتيف، والفنان بحال هكا قلال قلال بزاف. لا لا خدتك احمد ديالي وربيت ديالك، والله الا واحد الشهاده كبيره، والله الا لا لا زعما خجلتيني والله. شوف احمد احمد ديالي والكنا ديال الجمال يا خويا، الله يحفظك احمد ديالي. شكرا شكرا. اكيد وربي كيخلق الانسان على الطبيعه ديالو، اجمل صفه علاش غيتبدل؟ تقدر تكون كاع سير النجاح هي التواضع، بقى على الطبيعه ديالك كيما خلق الله سبحانه وتعالى، ما تصنع. شكرا بزاف عبد الله على هذه الكلمه. شكرا لك سي وديع، وسلم لي على البنيه بزاف بزاف. عندنا 4 سنين وكتغني اغاني ديالك، الله يخليها لك، تعرف عليك من خلالها كنسلموا عليها. ناخذوا نور الدين من المضيق، اخر مكالمه بسرعه. سي نور الدين مرحبا. السلام عليكم اخي، كيف دابا خير؟ مزيان الحمد لله، الله يبارك فيك. كلشي مزيان. كنشكروا البرنامج وكنشكروا اخي احمد شوقي، الله يكبر لك احمد ديالي. ديما خاوه ديالي. شكرا لك، شكرا الله يبارك. بغيت نسال احمد شوقي. تفضل اخي. الله يحفظك. واش مرتضوس ولا بالوما اخي؟ انا شنقول لك؟ صراحه الله مغرب تطواني. علاش؟ غنقول لك علاش. لاننا في نظري هما بحالهم تخلقوا باش يدعموا المغرب تطواني، وانا مشيت ديريكت المغرب تطواني. شكرا لك نور الدين من المضيق، كنشكروا كاع الناس اللي تواصلوا معنا. ما سخيتش بك والله، زيد لا صاحبي شي خرجه طيب. عندنا التزامات مع ناس اخرين، انا خلصوا مزال. غناخذوا شي تغنيه كلمه اخيره للناس اللي سمعونا اليوم. اسيدي بالك فرحان انك كنتي معايا. والله انا بغيت تقول شي افرح، كتقول اسعد. المهم الا جي الفرح دائما كيقول شي واحد انا فرحان، كنبغي نقول له زعما افرح ما كاينش. انا اسعد والله الا بالوجود ديالي معاك، انت عارف العلاقه اللي كتجينا دائما، انت من الناس اللي قرابين بزاف، وعندنا العقل. كنت مريض في لوطير وجيتي حتى للبيت ديالي زعما هذيك، ما عمرني نساها. الله يرضي. شكرا للراديو مصر دائما تتبع ديالي وكي سبورتوني دائما. شكرا للناس كاملين اللي كيدعوا معايا، شكرا للناس اللي كيبغوني، وكنتمنى انني نبقى دائما ديك الانسان اللي كيسعد لهم القلوب ديالهم، كيدخلهم فرحه للدار ديالهم. وكنقول لهم تابعوني في الفيسبوك احمد شوقي، هي فيريفيز ماك الزرقاء، هي اللي عندي انا، ما عندي شي باج، ما عندي شي بروفيل ديالي، عندي غير باج وتويتر شوقي اوفيسيال وانستغرام شوقي اوفيسيال. تاعي شكرا لك احمد شوقي، شكرا كبير لحمزه الحلوي. زويا علون، وحياكم، غدا نتلاقاو، الى اللقاء.